خويا اساتذه كيزايرونا بزاف اخويا، كتكون انت حافظ كيجي واحد جايب داك 12 اساتذه في الفلسفه راه لا يمكن، واحد كيغوش واحد كيهضر مع بعضياتهم. فلسفه البارح حرصوا ثلاثه الاساتذه، واحد جاب تليفون كيسكاني هو من لا من اللجنه لا من والو، كيسكاني في تليفونات قاربعه حاطينهم في الشكاير كيتغاوشوا معاه من قبل الشكاير. درت كيبغاش يعطيو تليفونات، كيعطيو تليفونات الاداره كيقول لك يعطيو في الغد ليه شفت 10 السوايع كي بغا يصوني المو كي اللي باغي متعود ديالنا ما والو. لا شوف هادي ما كايناش شي حاجه راجعه معنا، شي حاجه ما قربناش ليها. كيكون اضرابات يمكن تراجع فتره الاضرابات، بنادم صافي بنادم كيطلق رايه كتجيك 3 شهور ديال الصيف وزيد 3 شهور ديال القرايه، راه ميمكنش راسك عاوتاني يرجع للقرايه. صراحة هو ما تقبلناش الخبر ديال الوفاة ديالها، وكنت انا صاعقة حيتاش كنخرجوا من واحد المادة كنسمعوا بان واحد البنت ماتت بسبب بكالوريا، فاكيد حنا ما تقبلناهاش ونتمناو ليها الرحمة وصافي حيتاش راه كيتسمى انتحار. خويا امتحان كان الفيزيك في المتناول واللونجلي، ولكن الماتش شويه كان صعيب بزاف، مزيرين في الدكالي شويه غير عامل ديال ستريس راه كيلعب عليك بزاف، خلي كيدخلوا كيقلبوا كيوقفوا عليك كيحيدوا لك عندك سبعه كيدخلوا عندك سبعه وعاد كيدخلوا عندك الاداره وبزاف التليفون كيديو لك ما كيعطيوك حتى العشيه، يعني انت غتخرج تبغي تهضر مع دارك ولا شي حاجه ما كاينش. هادشي بزاف علينا في الماتش، داكشي اللي كنا ما كناش كنتظاهروا، داكشي كان ما قريناش في الاول في الدوره الاولى ما قريناش شي حوايج في الاحتمال نقاط الاحتمال اللي درناها والدال ما لقينا ما لقيناش كنا ما قاريناش في الدوره الاولى جينا لقيناها. ما يمكنش انك دير الدال في الدوره الثانيه بلا ما تكون الكمال ديال الدوره الاولى، خاص الدوره تبازا فيها فهمتي. هادشي راه صعيب بزاف، لونجلي كانت في المتناول مزيان صراحه كلشي خدم فيها. صعب شوف ساديو ماني صعيب بزاف، ساديو ماني هو لاعب كبير صراحه، اصبح للدراري غتكون قارئ فاهم شويه الكره غتفهم ليه، هو عنده كارير زوين الباك راه باغي نشدوه غير على قبل الوالده هي اللي باغي نشدوه على قبل الباك باش فهمتي، ما باغي نديرو به والو ولكن نطلبوا منهم انه يخفوا معنا شويه، راه امتحان ماشي شي حاجه وبنادم اللي كيدير فالو ما بقاش يدير في بالو، راه امتحان عادي بحال اي امتحان غير انسى غير هنايا انا بغيت يبقى غير 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 كنزيدوا فيه بزاف وداك لونفلوب وكيبقاو يقلبوا بزاف كنزيدوا فيه بزاف، اما هو راه امتحان عادي وداك الشيء صعيب اخويا من ناحيه داك الشيء اللي حاطين لنا مالكم هادشي ما قريتوش؟ لا قارين ولكن داك الشيء محطوط الطريقه صعيب مشى 21 واحد حالة غش بزاف هادشي راه فيها كيضيعوا الشباب اصاحبي راه كيضيعوا الشباب اكثر من 20 واحد حيح اش عامل مع الدراري الله يرحم الوالدين من الاخر باش دراري العام اثبات حطوها صعيبه فيزيك عاطينا ما ردويناش منا حنا ماما العام كامل كانوا الاضرابات بزاف حنا وقفنا معاهم في الاضراب وداك الشيء خويا الناس ما راه عاوش لينا فهمت كان داك الشيء الزيار بزاف راه ما يمكنش راه الدراري راه ما قارين والو العام كامل راه بنادم كيبقى العام كامل هو في داره ما قراو حتى شي حاجه على داك بوحده ما كاين لا شي عويد لا والو قال لك زعما كاين لا راه غيكون داك الشيء مرخوف مع الاضرابات داك الشيء قال لك العام غيكون الباك ساهل ولكن داك الشيء كان صعيب كان ساهل غير اللي حافظ غيجاوب بحال انا جاوبت انا شتيني ولكن كان الدراري كانوا ما قاريش ذاك قالوا كيديروا اضرابات وخلاهم شي ينجحوا بعد شو شحال من ورقه هات شو شحال من ورقه هادشي كامل الدراري غيجاوبوا الدراري ما غيجاوبوش ياك بزاف ولكن شوف الدراري مساك بقاو فيه معايا القيصم ما خلاونيش نوريهم ياك كنت باغي نوريهم لا ماشي صالح هادشي بالعكس غنديو الحزانات لا السابقة كان صعيب الماتش والو ما درت فيه والو غنجي نسد راكي بسبب اه والله وصافي كانوا ورينا الدراري كنت طالبوا النجاح صافي ودو مساكن شو شحال من واحد امهات ولي داو لي شي كيش ردوا لي حشومه شارين انا والدي مسلفين الله يحفظكم خويا كل الاسئله بالنسبه لي ساهلين بزاف يعني غير ما بغيتش ننجح هذا العام صراحه الله حنا ما حفظناش باش ننجحوا حنا ما حفظناش باش ننجحوا حفظنا كنا غننجحوا لا ما تعوضناش داكشي بصح تعوضناش داكشي راك عم تلقاو لنا شويه اساتذه نقلوا شويه كنا نهضروا مع صحابنا زيرونا بزاف والو كحضرنا ثلاثه في كل ماده ثلاثه او راه عيقوص ولا سير نديروا معنا شي حل اخ نوش اصلنا في البوطه وصولو فطال تيكرز جاية شي الاساتذه كاملين كاع كانت المواد يعني في هذا اليومين اللي دازوا صراحه زوين مزيان لا دوزش بين وبين فهمتي يعني نقول نجيب واحد السدراكيه ان شاء الله لا بغى الله لا بغى الله
شكرا. الامتحان كان اجواء كانت بحال شي كان كنا مزايرين بزاف في هذه المدرسه ديال الدكاي كنا مزايرين بزاف. بغيت نوصل واحد الرساله للاساتذه راه ما حارصينش شي راه حنا تلاميذ راه ماشي بوليس ولا شي حاجه. البارح الماط صعيب بزاف فيزيك دوزنا بحال الماء و اس في تي اليوم سهله الفلسفه شي سهله. الرساله ديالي بغيت نوصل للوزاره دير خدمتها راه ما كدير الخدمه لا والو راه ما وزاره لا ما تعودنا ما والو تعودنا شويه في السوايع وفي هذيك الساعات الاضافيه اللي شويه ماشي بحال المدرسه واثروا علينا بشكل كبير اخويا. اسئله كانت سهله اخويا والله كانت تموت انا ولد الجميع عندك طيح لي الراي كان اسئله سهله ديال الاس في تي كل شيء هاد الدراري خارجين فرحانين كل شيء دار في اس في تي مزيان. انت كيفاش كانت عندك الاسئله؟ انا العام اللي فات سقطت وريك الاس في تي جوج فيها 19 العام اللي فات هاد العام ثاني جبت فيها مزيان الرساله ديال التلاميذ ان شاء الله كل شيء نجحوا وجديد طلع بريمير شوف والله فقط تيكلت وتعال طالع جديد ان شاء الله. ها؟ شوف الرقم 13 ديال الباك انك مسامحش ما كنسامحوش في جديد ضروري بريمير سير الدراري. تشيرة واخا ما نعاونها غنطلقوني في الطريق ان شاء الله بريمير سير جايه من تشيرة من تشيرة ان شاء الله. هيا معنا الراية في البكالوريا كان امتحان في المتناول كل شيء يخدم وفيزيك تحك صعيب الماتش شويه الحمد لله يا ربي ما نبقاش خطا شويه. لونغري مزيانه حطوا لنا ساديو ماني وفيزيك صعيب بزاف ما قرينا والو. بالنسبه للتعويض ما كانش تعويض ديالكم؟ ما كانش تعويض هضره خاويه طيح سهل عينو ما نجحنا كاملين.